اهلا وسهلا خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى يا ربي تكونوا مزيان وتكون اموركم كل شيء هي هذيك يا ربي. معكم كوتر من قناه اميره بيتي في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بعد الصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على هذا ايكرون سولير ومنها فون دو طون، يعني هي واقي شمسي وكذلك خافي العيوب ولا كريم اساس. هذه خونا البنات استعملتها وعجبتني وبغيت نتقاسمها معكم، نظرا لان الصيف قريب يعني ما بقى ليه والو على الابواب، وكذلك بزاف البنات يعني غادي يحتاجوا شي واقي شمسي بحال هكا يكون مزيان منه فون دو طون ومنه كذلك واقي شمسي. اللي عجبتني فيه هي هاد الخاصيه هذه، ان في جوج ديال الحوايج كيغطي وفي نفس الوقت كيحمينا البشره ديالنا من اشعه الشمس. هذا البنات هو هذا البنات سميتو نيوديرم. بالنسبه للثمن ديالو كيختلف من بارافارماسي لبارافارماسي، ناخذو في البارا فنصحكم انكم تاخذوه في البارا ما تاخذوش في الفارماسيان، كيكون شويه زايد في الثمن. بالنسبه ليا انا خديتو ب 150 درهم، كاين اللي كيبيعو بقل نتوما والزهر ديالكم. المهم البنات هذا البنات راه فيه ثلاثة ديال الدرجات، فيه اوبال وفيه برانسيس وفيه بيج دوغي. بالنسبة للسمرة تياخدو برانسيس، اللي كتكون بين سمرة وبيضة تاخد بيج دوغي، واللي كتكون بيضة كتاخد اوبال. هذا فيه ثلاثة درجات عندكم تقولبو، يعني ما تمشيش تاخدي شي درجة ما تجيش مع وجهك حيت ما غايجيش معاك نهائيا. المزايا ديالو البنات، اول مزايا اول حاجه عجبتني فيها انه ما كيطبعش في فولار، يعني لبستي فولار ما كيطبعش فيه نهائيا، دغيا كيتوزع على البشره، ما تحتاجيش توزعيه زعما بزاف، وما غاديش تحتاجي كريم مرطب هو الاول عاد ديريه هو براسو، يعني كريمي، يعني ما تحتاجيش انك ديري شي حاجه قبل. ميزه اخرى اللي عجبتني فيه هو انه ملي تغسلي وجهك كيبقى، يعني ما كيسيل ولا شي حاجه. واحد الحاجه اخرى ما كيخليش ديك اللمعه في الوجه ديالكم، يعني كيبان الوجه بحال الا مزيت. كيغطي لكم اي بقعه ولا اي ايطاش ولا اي حاجه عندكم في الوجه ديالكم ما بغيتوش تبان، عنده تغطيه زوينه بزاف البنات. وواحد الحاجه اخرى اللي عجبتني فيه هو كيجي خفيف بزاف على البشره، يعني كتجي الطبقه ديالو خفيفه بزاف على البشره، يعني يعني دوك البنات اللي كيتعجبهم شي حاجه ثقيله على البشره ديالهم نصحكم بهذا الكريم. بالنسبه لهذا الكريم البنات ماشي اشهار ولا شي حاجه، عجبني وتحبيت نتقاسمه معكم. معوداكم دابا في القناه ان ندير لكم مره فيديوهات بحال هكا، الا خديت شي حاجه وعجبتني راه غادي نتقاسمها معكم. حاجه اخرى اللي مزيانه فيه انه طبي 100%، يعني بالنسبه للبنات اللي تيبغيو يستعملوا فون دو طون ولا كريم اساس يكون خالي من المواد اللي هما خايبين للبشره، فننصحكم بهذا الفون دو طون هذا من الصيدليه، خذوها البنات ما تيدير لا حبوب لا حتى حاجه. بالنسبه للعيوب ديالو البنات ما شفت فيه لحد الان حتى شي عيب، يعني مده وانا تنستعملو ما لاحظت فيه حتى شي عيب، خديته خصيصا باش نجربو ونتقاسمو معكم. زوين بزاف البنات كما قلت لكم، فايت لي مده وانا مجرباه، ننصحكم انكم تاخذوا بعينكم مغمضه وتشاطروا البنات، يعني تشاطروا على راسكم راه تقدروا تلقاو اقل من هذا الثمن اللي خديتو به انا.